جمالي. يا مرحبا، حياكم الله جميعا في اذاعه يقين وبرنامج همك همي. حكينا اليوم عن كفاره الذنب الندامه. الانسان اذا اذنب فليندم، يقول يا رب انا حقك علي، يا رب انا غلطت، انا اغلطت ومنك السماح. والله يا اخوان لو تعاملنا مع الذنوب بهذه الطريقه انه بتكون قريب من الله عز وجل. لان ما في انسان الا معرض، ما في انسان الا معرض لذنب لغلطه، لانه احنا مش ملائكه، احنا مش ملائكه، لكن الله عز وجل برحمته بكرمه بجوده بمنه بعطائه فتح لنا مجال للتوبه، فتح لك مجال للتوبه. نسال الله انه يجعلنا كلنا من التوابين، قولوا اللهم امين. بستقبل اتصالاتكم على 569-33-77، فحياكم وناخذ اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور محمد كيف حالك؟ الله يحييك، يا مرحبا. والله يا دكتور محمد من عكيزه وتمام، اقسم بالله. تفضل يا سيدي. يعني ارجو ان يكون قلبك واسع لي. يا مرحبا فيك. دكتور نور العزيز، انا قبل 10 ايام تقريبا او 9 ايام بالضبط، الله يعافيك يا رب، طلعت صوت الضمان عشان اتواصل مع بنتي. بنتي مريضه بالبيت. نعم. للاسف الشديد، للاسف الشديد ان السلفه كلها طلعت 500 دينار. والله سرقت من جيبي، او اني وقعت، ما بعرف سرقت او وقعت، بس 90% سرقت تعبت من جيبي. انا والله يعني ما بقدر. انا عندي بنت مصابه بالسرطان. انا عندي بنت كبيره مصابه بالسرطان عمرها 24 سنه. والله يا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، هذا ابتلاء من رب العالمين، كل صار معي الحمد لله. أول شيء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم برحمته ولطفه وجوده ومنه وكرمه أن يشافيها شفاء عاجلا غير آجل، لا يترك ألما ولا سقما لها وللسامعين والحاضرين ولكل من يقول اللهم آمين. أي واحد. رقم اثنين، أخونا يعني كون ماخذ وضاع المصاريه، إحنا بنحاول أن نعوضك اللي بنقدر عليه، أو نوقف معك أو نتساعد. واللي بيحب انه يتبرع للاخ على 56 56 145، لعل الله يكتب لنا وإلك يعني العوض عما فات ان شاء الله. فيا حبيبي انك تخلي التلفون عندنا، ولعل الله عز وجل انه يعوضك عن شيء مما اخذ منك. المستعان بالله، المستعان بالله. يا مرحبا بكم جميعا في اذاعه يقين. يا رحيم يا الله، يا كريم يا الله، يا عظيم يا الله، لا إله إلا الله. يا رحيم يا الله، يا كريم يا الله، يا عظيم يا الله، لا إله. يا مرحبا بكم جميعا. أي حالة تبرع يا أخواننا على 56 56 145، وإن شاء الله ظلكوا دائما فزعة وفزعة خير، وانتو يعني ما بنقدر نقول مجربين، لا بالعكس، انتو دائما مواقفكم والله انها من اطيب ما يكون. والله لما واحد بيتصل تقول يا دكتور في تبرع بخمس دنانير، شوف اللي تبرع بخمس دنانير انا متأكد انه رصيده 15 ليرة بس. انا متأكد انه اللي تبرع بخمسة ان كل حيلته بالدنيا 15، ولانه احنا الفزعة والجود والكرم هذا شيء يعني مشهودنا حوالين العالم، مش بس بالأردن وبين بعض. فربي سبحانه وتعالى يكثر الخير علينا وعليك ويرزقنا وإياكم من أوسع أبواب. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنه هاي الإشكالية اللي حاصل الآن في موضوع المحروقات وموضوع الشاحنات وموضوع الديزل وغيره، إن شاء الله إنها تنحل عن قريب بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضل العقال والناس. والله يا اخوان ما حد بيتمنى انه بلده تتاثر وتنصاب، ما حدا يعني، من سواء طرف الحكومه ولا كان طرف سواقين الشاحنات، ما حدا يعني، هذا شيء متفق عليه. فعلى الاقل انا دائما ابدا ببدا من نقطه الاتفاق، يعني الطرفين متفقين على مصلحه الاردن، الطرفين متفقين على محبه الاردن، الطرفين متفقين على مصلحه بلدهم. ما فيش واحد بيحب يحرق بلده، لكن بيظل عاد انه بده فتوح من الله عز وجل، كيف تصير زي ما بقولوا الصلح ومحبه تلها، هاي ان شاء الله بتصير. ها
هاي إن شاء الله بتصير، وبوادر الخير إن شاء الله أنا موجود، ورب سبحانه وتعالى يصلح الحال، لأنه سمعة بلدنا وسمعتنا قدام الناس. يعني أنت اليوم ما إذا جارك تهاوش مع مرته يعني تتأثر نفسيا، الله يصلحهم ويصلح بينهم، ما بتحب تسمع. أنت لما تتزاعل مع أولادك في البيت تقول موطوا صوت ولا شد جيراني، هذا على مستوى أسر، فما بالك على مستوى دول. فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحلها. وبرجع بأكد مرة ثانية إنه ما دام في نقطة اتفاق اللي هي محبة بلدنا وعزوة بلدنا وسمعة بلدنا وصورة بلدنا متفق عليها عند الطرفين، بيظل طريقة الحل هاي إن شاء الله هويدا إن شاء الله. الله يحفظكم جميعا على 56-56-145 هو هاتف التبرعات. فاصل راجعين يا مرحبا. يا مرحبا، حياكم الله جميعا في إذاعة يقين 569-33-77، فيا مرحبا بكم جميعا. بنتشكر شركة الأبرار للآبار شرابا طهورا على يعني جهودهم أول شيء اللي هي مأجورة وموثوقة في حفر الآبار يعني من عن طريق المتبرعين، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ونتشكرهم كمان على دعم برنامج همك هم. فكل الشكر لأخوتنا العاملين في شركة الأبرار لحفر الآبار، وهي شركة تقوم بحفر الآبار في المناطق المحتاجة خارج المملكة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وشكر لهم على دعم برنامج همك هم. خمسين تسعة وستين 33-77 معنا اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك دكتور؟ الله يسلمك يا مرحبا دكتور. عن جد إني بدي أشكرك من كل قلبي على القناة الرائعة وعلى البرامج الرائعة. يا ربي لك الحمد. الله يحميك. برنامج همك هم بنتجلى فيه بصفات رب العالمين، وموضوع اليوم يعني إنه ربنا بحب عباده التوابين. ربنا سبحانه وتعالى يعني عن جد عظيم، وبنحب الصورة اللي بتبصلنا إياها وبتقربنا من رب العالمين. إن شاء الله إنه أجمعين بالجنة يا رب. يا رب يا رب. يعني عن جد بيكون في تجلي، في تجلي لما إنك تشرح وبتبسط وبتعطي الصورة بشكل مبسط. جزاك الله كل خير. يا ربي لك الحمد. يا ربي لك الله يحفظك. وفي طلب تاني في الصلاة على النبي، تيجي فترة المساء فبيكون فيها كثير نوعا ما ميوزك صاخب. يعني ياريت انه يكون اقل، يعني حلو جدا انه نصلي على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بالعكس يعني نستمتع اوكي، لكن بنحب انه تكون اقل صخابة. بالنسبة للطف رب العالمين، يعني حبيت اني احكي انه انا مرة مطلقة وعندي ولادي وزوجي عفوا طليقي، يعني خالي مسؤولية خلوه تام عن ولاده. لكن بفضل رب العالمين عايشين، نحمد الله ونشكره من دون اي دخل من دون اي شيء. كيف تيجي الامور، كيف تتبسط الامور؟ بعفو ربنا، برضا، برزقه. يعني عن جد شو ما بنحكي عن تجلي رب العالمين انه شو مقصرين، كيف بتيجينا الرزقة او كيف بناكل او كيف نشرب او كيف بنعيش بهالحياة، انما هو بلطف الله. يعني بحب انك تستمر، وبحب جدا الصورة المبسطة اللي بتعطيها للمستمعين. انا الراديو يعني صار جزء مني بس على قناة يقين. يا رب الله يجازيك كل عاملين كل خير. اللهم امين. اللهم امين. الله يجزيك خير. بعدين والله اني حاس من كلامك يعني الشكر، يعني انك مرة شاكرة لله عز وجل. الله يحفظك. يعني مش متذمرة، يعني هاي النفسية الايجابية اللي والله كلنا بنحتاج الايام هاي، يكون نفسي ايجابي شاكر حامد لله تبارك وتعالى. يعني صح احنا كلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا هموم وعندنا نواقص في حياتنا، لكن قليل اللي بركز على الايجابيه وبيخفف من التذمر. الله يديم النعمه عليك، نعمه الشكر الايجابيه ونعمه النظر الطيب لهالحياه. اي والله، لانه هذا
أنا بعتبرها عملة نادرة الأيام هاي اللي هي العبد الشكور. هاي عملة الأيام هاي نادرة. معظم الناس طبعاً حقهم، الناس موجوعة ما نقولها، لكن معظم الناس الأيام هاي تذمر وحقه. أنا برجع بقول اللي عنده مشكلة ممكن يتذمر وحقه يتذمر، لكن قليل من الناس اللي كلمة الحمد لله على لسانه. وهذا والله يا دكتور، والله من عباد الشكور. الله يحفظك على ربي إن شاء الله. الله يحفظك. يعني عن جد من صفات رب العالمين لما تحكي إنه أسرة بدون دخل، ما عندها دخل ولا إلها معين، ربنا كيف يعني عن جد كيف إنه بيسر أكلهم ولا شربهم ولا إنه كيف بيسرهم بالحياة، ولو كان مثلا عليهم التزامات أو مثلنا مثل باقي هالناس، ولكن كيف إنه ربنا بتلطف فينا. اللهم لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك ألف شكرا إليك، لأنه عن جد أسلوبك وطريقتك محببة يعني، ودايما بتابع قناة يقين فيها تجلي بجميع مجالاتها. الله يأجلك كل خير. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يحفظك. الله يكرمك خيي وسلمك. يا مرحبا فيك، شرفتينا. الله يكرمك. والله يعني شوف يا أخوان، دائما العبد الشكور هاي نعمة، نعمة من الله عز وجل أنه تسمع الكلام الشكر لله تبارك وتعالى. ومرة ثانية وخامسة وعاشرة نظل نقول، هو الإنسان طبعه يعني إذا أصابه شيء يتذمر أو يشكي، يعني طبع البني آدم. لكن جانب الشكر كمان واجب علينا. يا رب لك الحمد على كل حال. معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سعادة الدكتور محمد نوح. الله يحييك أخويا، مرحبا. الله يبارك فيك سعادة الدكتور، كيفك شو أخبارك؟ طمنا عنك. الله يرضى عليك ويسلمك، يا مرحبا. معك اسماعيل. اللهم لك الحمد لك الشكر، نسمع صوتك سعادة. الله يحييك أخويا، مرحبا فيك. الله يحفظك يا دكتور. سعد دكتور محمد نوح. نعم. أنا قبل نص تقريبا ضاقت في الأمور، أنا بشغل بالجبسن بورد، تمام. نعم. ووقت كورونا وضاقت في الأمور، صرت أبيع لمبات LED. نعم. وأنا بدرس إخواني وأبوي مقعد، يعني أنا ما بدي، اللهم لك الحمد، الرزق من الله طبعا. نعم صحيح. اللهم لك الحمد. رحت أباب جامعة حطيت اللمبات طبعا بفلوس وكل شيء أنا بشغل، ولا الأمانة أخذوهم وحبسوني. تمام سعد. حبسوك ليه؟ حبسوني والله، ودوني على المحكمة، والمحكمة طلعتني تاريخ جلسة، وودون على المحافظ، وانحبست من المحافظ عشان ببيع باب الجامعة. الله لا يدع باب الجامعة؟ كنت مبسط يعني أرزاق هاي. أيوة نعم. تمام. ولا بتمنى قبل يومين دكتور سعد الدكتور محمد نوح إنه علي حكم 3 أشهر سجن. سجن 3 أشهر. حكم محكمة ولا حكم محافظ؟ حكم، لا والله حكم محكمة سعد الدكتور، قصر العدل اللي بالعبدلي. والله العظيم يا دكتور، أنا يعني أنا ما بحتاج إلا لوجه الله، يعني أحسن من كل شيء. أنا بصلي الفجر في جماعة في ذمة الله، أنا الحمد لله طلعت وجيت وما حدا وقفني. صار جلسات محاكمة لك؟ حضرت جلسات أنا، بس الجلسة النهائية ما حضرت. يعني شو كانت التهمة؟ خلينا نقول شو لائحة الادعاء؟ حطوا لي إياها إني مبسط بضارف بائع إنه البائع إني أباب جامع بائع متجول لمبات LED. تمام. وحكمتني القاضية 3 أشهر. أيوة. وبصدق وبأمانة يعني والله يا دكتور محمد نوح، ما معي أستبدل 3 أشهر. وأنا إن شاء الله رحت، بس سعادة الدكتور اسمح لي. نعم. أنا رحت وزارة العمل صنعتي طالبين منها وقالوا لي انزل. رحت بدي أتوظف أنا راتب 450 دينار. تمام. نعم. بدهم عدم محكومية، ما رحت على المحكمة، ما بدهم يعطون عدم محكومية عشان إلا لما خلص 3 أشهر. صدق بصراحة يعني الله المستعان، ما معي إلا أدفع الاستبدال 3 أشهر. نعم. يعني أقل من 200 دينار هم يا سعادة الدكتور. طيب إحنا بلكي الموضوع كله يعني المحكمة استأنفت القرار وصار في نظر، يعني القضاء عندنا بفضل الله عز وجل أول شيء متفاهمين. أنا استأنفت واطردت واستبت علي 3 أشهر، يعني يا سجن يا بدي أدفع 187 دينار. استأنفت أنت كمان؟
استأنفت واعترضت على الحكم انه ليش هيك يعني مش عدل، واخذوا له اللمبات واخذوا له كل شيء. ايوه وانا يعني انا اللهم لك الحمد الارزاق من الله، يعني انا بذمة الله مش انت بذمة الله عز وجل. طبعا انا سمعت منك بس انا ما اطلعت لا على الحكم ولا على لائحة الدعوة اللي يقيمت ضدك، فعشان هيك انا طبعا انت ثقة وما حدا بيشكك في كلامك، لكن مع ذلك اذا سمحت تزودني باوراقك على الاذاعة وان شاء الله كل شيء له حل، بس لانه احنا قضاءنا انا يعني بوثق فيه وانه يكون بهاي العجلة. يعني على كل حال انا لا اشكك في كلامك ولا بنفس الوقت يعني لاني ما اطلعت على الاوراق اللي وهاي قضاء ومحكمة، احنا كل ما حد بيقدر يتدخل في الموضوع، فانت الله يرضى عليك زودني باوراقك وشو بطلع بيدنا نساعدك ما في مشكلة، واذا كان الموضوع هو مجرد استبدال بفلوس احنا كلنا فزعتك ما حد راح يقصرنا. تبشر بكل خير، تبشر بكل خير، يا مرحبا فيك. ويمكن واحد الان يسمعني يقول الدكتور حذر، لانه يا اخوان صارت حاله من الحالات وكان احد اخواننا شك من الموضوع ولما طلعنا على الاوراق تبين انه يعني هو مش فهمان قضيته صح، فاحنا دائما ابدا لازم نسمع من الطرفين ما نسمع من طرف واحد. فتبشر بكل خير، اذا كان الموضوع عباره عن مساعده ماليه المساعدة المالية إن شاء الله سهلة على الجميع. الله يحيي. فاصل راجعين، فيا مرحبا بكم جميعا. يا مرحبا بكم جميعا في إذاعة يقين وبرنامج همك هم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسيحهم أنا أجمعين، قولوا اللهم آمين. تذكر دائما وأبدا إنه كفارة الذنب الندم ومش التذكر بلذة ولا التباهي، ولا تقعد تقول أخ تقلع أيام زمان لما كنا نقيم ونحط ونعمل. لا، لا تشجع غيرك على الذنب، اندم على الذنب بينك وبين الله عز وجل، وعاهد الله تبارك وتعالى أن لا ترجع لمثلي. حتى لو وقعت رد قوم وانفض نفسك واستغفر وقول يا رب هاي آخر مرة، ولو وقعت كمان مرة رد وقف على حيلة قول يا رب أستغفرك وأتوب إليك، وهذا اللي ربنا قاله في القرآن الكريم فإذا فرغت فانصب. كل ما تخلص من عبادة وقف على حيلك وقول يا رب أستغفرك وأتوب لك مرة ثانية. كفارة الذنب الندم عليه، ولو لم تذنبوا لذهب الله بنا وأتى بقوم يذنبون ليغفر لهم، لأنه اسمه الغفار، والغفار الذي يحب المغفرة، ومن رحمة الله أنه يحب المغفرة مش يحب العقوبة. من رحمة ربنا أنه يحب المغفرة مش يحب العقوبة. أنت الآن إذا بتشوف شرطي بتخاف من مخالفة السير، فأنت مرتبط في ذهنك أن الشرطي يضبط الأشياء وممكن يعطيك مخالفة، لكن مع ربنا لا. إذا قلت ربنا فتذكر المغفرة، لأنه هو عرف على نفسه سبحانه وتعالى. شو عرف على نفسه سبحانه وتعالى؟ قال حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. بعرف على نفسه شو بيقول؟ غافر الذنب وقابل التوب. مين هو؟ الله، فهو غافر الذنب وقابل التوب، بنفس الوقت هو شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اذكر دائما رحمة ربنا، مغفرة ربنا، التوبة، الندم على ما فات، وأن تبدأ كل يوم صفحة جديدة مع الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يقبل توبتنا ويغفر زلتنا، إنه على كل شيء قدير. إلى أن ألتقي بكم في حلقة يوم غد إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على المشاهدة، ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة.